بصي غزل، بتتلعب اللعبة كده، تقدمي كده قدام وترجعي كده لورا، ماشي؟ ونكسره كده، ماشي. فهمتي؟ اه تمام. نعم. انت ايه ده؟ انت ليه بتلعبي بنت الغزل معاكي وما بتلعبينيش انا؟ هقولك ليه ما بلعبكيش معايا، عشان انتي مكانك المفروض ما تقعديش معانا هنا. اقولك مكانك فين؟ ها؟ فين؟ يا ندى، يا ندى، يا بنتي. نعم يا مدام. تاخدي امنية تعلميها تشتغل شغل البيت ازاي؟ حاضر يا مدام. ما تسيبهاش غير لما تعلمها كل حاجة. حاضر. اتفضلي. انا؟ ايوه انتي. خليني اشتغل انا؟ هتشتغلي فيها ايه يعني؟ يلا قومي، انت هتفضلي قاعدة جنبي ولا ايه؟ ما تقومي يا بنت. يا ندى، ايوه تعالي خلصي. نعم يا مدام. بصي تقعدي مكانك وما تخليش تعملي اي شغل خالص، ولا اعملي دي تعملها، اعملي دي تعملها. ايه اللي تشتغل عندك النهارده؟ حاضر يا مدام. تعلميها كل حاجه. انت مش هتزعلي؟ لا طبعا مش هزعل. وباباها مش هيزعل؟ طب غزل، هي وغزل ولا هي بس؟ انت بتهزري ولا ايه؟ غزل دي بنتي. يلا بسرعة. حاضر. يلا خشي هاتي الشرشوبة من جوه. يلا اتفضلي يا ميمي. هتشتغلي انت يعني؟ لا ما دام قالت لي مش هعمل حاجه. طب انا هقوله بعدين. قولي له، هي اللي قالت لي كده. ما تشيلها يا بنت، خلصي. انا عمري وانت كنت بتشتغلي كنت بقول لك يا بنت؟ لا كنت بعمل كل حاجه حلوه، كنت بقول حاجه حلوه زمان كنت باجي. على فكره المدام هي اللي، ما تزعليش مني، المدام هي اللي قالت لي اقول لك كده. طب انا هقول لبابا. وعلى فكره بنت لما بنتك ما استنى بابا بره. هي اللي قالت لي ان هو مش على ما اطلع بره عشان استنى بابا، لما بابا يجي هقول. بس بعد كده ماما ظبطت لنا الاكل شويه باذن الله. ماشي بس عشان ما مش سيرت عمر. امنيه، مالك يا امنيه؟ امنيه قاعده كده ليه؟ بتعيطي ليه يا قلبي؟ ايه اللي مبهدلك كده؟ بصراحه امراض بابا مخليني اشتغل معاه القدامه. ده القدامه كل شويه عماله تقول لي يا بنت يا بنت، وانا هقول لبابا. طب انت ليه ما قلتيش لباباكي اصلا من الاول؟ هي لسه مخليني اقعد اشتغل معايا. يا عيني يا امنيه. انا هنكلمها لك ما تخافيش. طب بس ما تزعليش. طيب انا هروح نكلمها. تعالي نروح نكلموه. بس طيب تعالي احنا نتكلم معاها. تعالي طيب ما تخافيش. تعالي. طب ما تعيطيش. تعالي يا مدام. يا مدام امنيه بشغلها سابتني وطلعت تجري. سالتها انت رايحه فين؟ قالت لي انا رايحه استنى بابا بره. ما تخليها تستناه، انا خايفه يجي يزعقلي. لا يا حبيبتي ما تخافيش هيجي يزعقلك. ويلا روحي شوفي شغلك. عيني يا امي. مفيش، بس حياتي انت زعلت. السلام عليك. عليكم السلام. ازيك يا حاج؟ ازيك يا مغازه؟ لا ايه الحمد ليه بس مزعله امنيه كده يا مغازه؟ انا زعلتك ليه؟ لانها قاعده بتعيط يا بنتي. عشان خليني اقدمها تشتغل معايا، وكمان خليتي اقدمها تقول لي يا بنت، وهي قالت لي المدام قالت لي كده. طب دي حاجه تزعلك؟ ده انا بخليكي تشيلي المسؤوليه عشان لما تتجوزي تعرفي تبقي ست بيت شاطره. اوكي، مش لدرجه انك تخلي الخدامه تتريس عليها وتتنك عليها يعني يا مغازه. يا بنتي لسه صغيره تعرف حاجه دي؟ تعرف شو؟ انا بتدخل في حياتك؟ طب انا بتدخل في حياتك؟ انتوا بتتدخلوا في حياتي ليه؟ لما اجي اتدخل. صعبت علينا يا بنتي، البت قاعده بتعيط. طب يا ستي لما اجي اتدخل في حياتك انتوا بتعالوا تدخلوا في حياتي؟ اعتبريها زي بنتك، عامليها حلو. حرام عليكي. بقول لك لما اتدخل في حياتك تدخله في حياتك. خلاص انا هستنى جوزك هنا اهو. هستنى ابو امنيه النهارده لما اشوف ابو امنيه ونحكي له. هتحكوا له؟ انت مش فارق معاكي بقى؟ ايوه يلا بره. ده انت بايعه الليله. أيوه. بره؟ لقيتي الذوق دي. على السلامه. تعالي والله ما انا طالعه. هستنى بابا على طول النهارده.
تعالي تعالي على الباب اللي عندك. شو بحبك قوي يا ماما. وانا بعشقك يا سوسو. بس يا امنية خلاص لما يجي باباك هنحكوله وان شاء الله ياخد لك حق. تعالي استاذ محمود. ازيك يا استاذ محمود؟ ازيك كلها ايه؟ ده الله اكبر. لا احنا ممكن من وقتك بس دقيقه اتكلم معاك. تحت امرك اتفضل. دلوقتي المدام بتاعتك بتعامل امنيه وحش قوي، ولقينا امنيه بتعيط فحكت لنا بتخليها تسيق وتقنص. لا حرام يعني. استاذ محمود مش كده، دي مخليه الخدامه هي اللي تتريس عليها. بصراحه انا اللي قايلها كده. انت ليه يا استاذ محمود كده؟ الكوره في امها قرعت البنت وما انتش طايقها بصراحه. يا ابني ذنبها ايه يا ابني البنت؟ يعني ايه ذنبها هي؟ حاجه من عند ربنا. لا يا ابني حرام عليك. طب خليني ريحتها، انا ما بحبش اشوفها دلوقتي خلاص. بحبش اشوفها؟ وذنبها ايه هي البنت دي؟ ماماها سأمرها بالقضيه ورياضيه عليا مبهدلاني. يبقى انا قرعت البنت عشان ريحه امها. طلع امها خالص، البنت ملهاش دعوه باي حاجه، حرام عليك. اعذريني لو سمحت، انا دلوقتي ما بحبهاش، اعملي غصب عني. وايه اللي دخل حب يعني انت ما بتحبهاش تكره بنتك؟ انت عليك ايه المطلوب دلوقتي؟ المطلوب المعامله. معلش يعني اعذريني، سيبيني في حالي عشان خاطري. يا ابني يعني احنا رحنا لها تصدنا بالكلام وانت كده؟ يا ست انا لقيلها، انا لقيلها. خلاص انتوا حرين بقى يعني. خلاص بقى حرين بقى اذنك يا حاج. احنا غلطانين يا بنت. يا استاذ محمود، يا استاذ محمود ما ينفعش، ما ينفعش حاجه بينك وبين مرادك تطلع في كل عقدك في البنت. وبعدين والله بعد العظيم اذنك، بعد اذنك مش هسمع كلامك. خلاص والله هتندم، والله العظيم هتندم في يوم من الايام انك عملت كده في بنتك. متشكر. وهيجي يقول لنا اللي طلعك بره، هتقلع بره. انت احنا واخدينها يا ابني من جوه يا ابني. خلاص بقى سيبيني يا حاجه في ايه؟ خلاص بعد اذنك يا حاجه توكلي على الله. ما تخافيش يا بنتي. خلاص يا حاجه في ايه؟ انا ابوها، انت هتقعد طب اهدى شويه عليك. هديت يا حاجه، خلاص يا حاجه. لا اله الا الله، والله العظيم زمن زمن. ربنا يهديك. الاطفال فيها هم اللي بيدفعوا حساب الكبار. انت ايه اللي طلعك بره؟ ربنا يهديك. قلتك اعملي حاجه ما عملتهاش ليه؟ يبقى انا ما كنتش هتدافع عني وتقف جنبي يا بابا. عارفه لو اشتكيتي لحد تاني اعمل فيكي ايه؟ اخر مره اسمع ابوك ده يتكلم مع حد. يا بابا كنت هتقف جنبي يا بابا. اقف جنبك ايه يا بنت؟ خش جوه انت شبه امك، يلا خش جوه. انا مالي طيب يا ماما؟ انا يا بابا. خلي جوه عشان بتيجي عليك. يلا قدامي. ماما دلوقتي عملت لك حاجه، انا مالي؟ انا ذنبي ايه في الموضوع ده كله؟ وبعدين انا بحبك وبحب ماما. قدامي يلا. يلا قدامي. شعرنا حلو اهو، عايز يتصلح. في ايه اللي حصل؟ ايه يا زوزو؟ بابا وحشتني. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه العسل ده؟ عامله ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. ينفع اللي تعملوا امنيه بنتك ده؟ في ايه اللي حصل؟ طول اليوم شغالين لي شكوى للعماره كلها على اساس ان انا بعذبها، وانا بعمل زي ما انت قلت لي، قلت لي علميها شغل البيت، علمتها مسكت العماره كلها. اصل مرات ابويا بتعمل، مرات ابويا بتسوي، كل كلمه اقوليها ردها يا محمود. ليه كده؟ يا ابويا، يا ابويا بصراحه يا ابويا ضايقتني. يا ابويا لما خدتني اشتغل مع الخدامه، والخدامه عملت تاني يا ابويا جامد يا بابا. مفيش حد يعني هيعلمها اصول البيت غير البنت دي. الا الله كده. يا ابويا طب خليني اتعلم غزل كمان. اشمعنى يا سوت يا بنت ولا ايه؟ بص تصحى الصبح تروح تتزن بيها طول اليوم، مفيش مدرسه تانيه ومفيش اي حاجه تانيه ليها. طب ليه بس؟ ما تاكلهاش وتدلعيها، اسمعي مني انا. روحي هلا فين طول النهار هنا؟ يا بابا خلاص يا بابا. افتحيش بقك معايا احسن. انت ليه بتعمل معايا كده طيب؟ افتحيش بقك بقول لك. فهمت قلت لي كده ولا فهمتيش؟ وفي لي هنا يلا. يلا روح اتذنبي. ما تزعليش يا حبيبتي، ما تزعليش. انا عارفها. انا زعلانه والله. انا زي امها. خلت العماره تكرهني بسببها. لا مفيش حد يكرهك. حد يكرهك انت عسل انت. عامل ايه؟ عامل ايه بقى؟ ده عاملك ايه بطاطس؟ والله. مفيش حد هنا بيحبني ولا حتى يا ماما بيحبني، بس انا هدور على ماما عشان ماما بس اللي بتحبني. بس المشكله حتى مش عارفه عنوانها ولا حتى هي ساكنه فين، بس انا هدور عليها باي طريقه. سبتيني ليه يا ماما؟ بس سبتيني ليه لبابا؟ عشان بابا مش بيحبني يا ماما. بيعجبني عذاب بنتي عملتيه يا ماما. فينك بقى يا ماما؟ ارجعلي والنبي يا ماما، انا عاوزاكي. اما ادور عليك مش لاقياكي يا ماما. هو انت بتعيطي ليه؟ انا بدور على ماما وبابا كرهني. انت بتعملي ايه هنا؟ انا زيك، ولا عندي اب ولا عندي ام. ما بتعملي ايه؟ انا طول النهار بمسح عربيات، والفلوس اللي حد بيديها لي باخد.
باخدها وبجيب بيها اكل وبنام في الشارع لو عاوزه تبقي اختي وصاحبتي وتباتي معايا في الشارع هنا في تحت الشجره في اي حته. طيب ماشي. طب بصي بقى انا جايبه اكل اقعدي كلي معايا. ماشي شكرا.